عاوز اكلمكم عن، مش هطول ما تخافوش، انا عارف بقالكم مدة قاعدين، لكن اقل من نص ساعة نتكلم عن التغيير، لانه سمة الحياة النمو والتغيير والتطوير. والكتاب نفسه بيقول تغيروا، وكنيستنا قالت لنا أن التوبة عملية تغيير مستمر، يعبر عنها بكلمة اسمها ميتانيا، وميتا دي معناها تغيير، ميتا نوا أو ميتانيا معناها تغيير فكر أو تغيير اتجاه أو تغيير معرفة. والإنسان الروحاني مشغول بالتغيير. ليه؟ لأنه دايماً شايف أنه اللي طالبه ربنا غير اللي هو عايش، لسه في مسافة وعاوز يوصل اللي ربنا عاوزه منه. فاتجاه التغيير هو تحقيق إرادة الله في حياة الإنسان، وده اللي قاله القديس بولس كفيلسوف لما قال تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. يعني عشان ربنا يعمل إرادته الصالحة الكاملة فيا محتاج أتغير. هقولها لكم بطريقة مبسطة، أنتوا النهاردة أولاد ربنا وخدام، بنعجب ربنا في حاجات ومش بنعجبه في حاجات كتير. فيجوز احنا بنتناول، بنصلي، بنقرأ الإنجيل، لكن شكرا على مهلك، لكن يا أحبائي اللي ربنا مستنيه أكتر من كده. يعني أنا لما بصلي أعترف بقى في أباء كتير مش دايما مركز. طب ربنا عاوزني لما أصلي أركز في طول الصلاة وبقى شبعان بربنا، يبقى أنا محتاج تغيير من صلاة روتينية أو تأدية واجب أو شكل صلاة إلى عمق صلاة إلى حكاوي مع ربنا، يبقى الصلاة عاوزة تغيير. الإنجيل، قرايتي للإنجيل عاوزة تغيير. كلنا بنقرأ الإنجيل بس أغلبنا مش فاكر أرى إيه أو مطلعش بحاجة. ربنا بيكلمني في الإنجيل، والإنجيل ده هو اللي عمل القديسين، يبقى ربنا عاوزني لما أقرأ الإنجيل أسمع صوته واكتشف إرادته وأعمل اللي هو عاوزه بالظبط. يبقى أنا عاوز أتغير ما بين القراءة الروتينية الحرفية الشكلية وما بين الغرض الإلهي أو الشكل المثالي لقراءة الإنجيل. كلكم بتخدموا، بنتعب في الخدمة، دي حاجة كويسة، لكن مستوى حبنا البعض وحبنا للمخدومين ربنا عاوزه أعلى من كده. مستوى إنكار النفس عاوزه أعلى من كده. إذن قضية التغيير معناها أن أنا حاطط وصية ربنا وإرادته قصاد عيني وبشوف أنا واقف فين ومتضايق مش مبسوط. ليه؟ اللي هو عاوزه غير اللي أنا عامله. من هنا تتولد رغبة التغيير. عشان كده رغبة التغيير بتيجي من كلمتين في رأيي، يعني حساب النفس والإنجيل، والاتنين بيشتغلوا مع بعض. لأن القديس يعقوب قال لنا الإنجيل زي المراية، لما بقف قدام المراية بلاقي نفسي مبهدل، ما ينفعش أنزل الشارع كده. فالمراية بتفوقني، بتقول لي سرح شعرك، ما عنديش شعر، بس يعني بتقول لي غير في روحك، ده مش منظر. حساب النفس، أنا بحاسب نفسي على المطلوب، مش دي الصلاة، مش ده الإنجيل، مش دي الخدمة، مش دي المحبة، مش ده الصيام، مش ده السهر، لا، اللي بيكلم فيه المسيح غير اللي أنا عامله. يبقى عشان نقول تعالوا نتغير، ربنا يدينا عمر وسنة جديدة وقد تكون آخر سنة، وده كان فكر الآباء دايما، قد تكون آخر سنة، ما فيش حاجة بعيدة عنه.
ولا مستبعدة. طب أنا عاوز أتغير، عاوز ألحق أتغير، لأن ما ينفعش أقابل ربنا كده، ما أقدرش أقول له أنا مستعد، لا أنا مش مستعد، أنا عارف كويس أني مش مستعد، لا مش دي الصلاة اللي هو عاوز ولا دي الخدمة اللي هو عاوز. بداية التغيير بتيجي من حساب النفس. لسه كنت بسمع أزل قداسة البابا شنودة بيقول أن في الساعات الأخيرة من أي سنة لازم الواحد يقعد مع نفسه ويبص على حياته، هو ده اللي ربنا عاوزه منه؟ هو يعرف، هيقدر يرد على السؤال. ولو سألت نفسك عشرات الأسئلة مش صعب أنك تجاوب، لأن الكتاب المقدس بيقول لا يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه، وقال احكموا على أنفسكم، امتحنوا أنفسكم، ولو حكمنا على أنفسنا إيه؟ لما حكم علينا. يبقى الواحد محتاج يواجه نفسه. فأتمنى أول فكرة أقولها لكم، يعني العشر أيام اللي جايين أرجوكم عشان أقول كلام عملي أنا بقوله وبوعد هلتزم بيه صلواتكم، نطلع ساعتين كل واحد لوحده ماسك ورقة وقلم بيحاول يحكي مع ربنا، يقيم نفسه، يشوف يعني إيه يعجب ربنا وإيه ما يعجبش ربنا في حياته. في عشرات من الأسئلة زي ما بقول لكم، الصلاة ده يعجب ربنا؟ طب ناقصها إيه؟ اكتب. الإنجيل، الوقت بتاع الإنجيل كفاية؟ طب بتطلع بحاجة؟ طب ربنا مستنيك تقرأ إزاي؟ اكتب. القداس منتظم؟ طب بتحس؟ بتسرح؟ بتشبع؟ طب تعمل إيه؟ مطلوب تتغير في إيه؟ الخدمة مطلوب تتغير في إيه؟ هل تزيد في الوقت ولا في المجهود ولا تقل الخدمات عشان تقعد مع ربنا؟ كل واحد ربنا هيقول له حاجة. بعدين يجي بند العلاقات، علاقاتك باللي حواليك زي ما المسيح كان عاوزها، انت وديع زيه، كل الناس بتكسبهم، طوبى للودعاء يرثون الأرض، يكسبوا الناس كلها، ولا في ناس مش بترتاح لك، في ناس زعلانة منك، وده معناه في مشكلة لازم تشتغل عليها قبل ما يخلص العمر. علاقتك بالقريبين، عامل كل دورك تجاههم، مسؤوليتك كأب كأم كأخ كأخت كابن كصديق، الدور اللي انت بتعمله ده عامله مظبوط زي ما ربنا عاوزه؟ إذن في أسئلة كثيرة ممكن تيجي، والواحد لو قعد لوحده وابتدى يكتب تأكدوا أن ربنا هيبقى فرحان بالقعدة دي، لأن على أساسها تبدأ رحلة التغيير. عارفين دي زي يا جماعة؟ زي ما الواحد بيروح مثلا يعمل تشيك أب على صحته، يقولوا له هنعمل لك تحليل دم، نعمل لك إكس راي على الشيست، يعني صورة للرئتين، نعمل لك سونار. دلوقتي ده تشيك أب طبيعي، دلوقتي مفروض أي حد يعمله، حاجات معينة لازم تتعمل. ده يعني عشان إيه؟ لو في بداية مرض يتلحق، والحياة كده كده العمر هيخلص يعني مهما الطب تقدم. طب مش بالأولى أعمل تشيك أب على روحياتي، على قلبي، على ضميري، على مخي، على علاقاتي، على اللي ساعدنا. بقول لكم أنا كل ده بتكلم في إيه؟ رغبة التغيير. تتولد إزاي؟ تتولد بحساب النفس، تتولد بالإنجيل. فاللي يساعدني على رغبة التغيير مواجهتي مع كلمة ربنا. وعشان ما انتهش، تعالوا في نفس الساعتين دول نقرأ متى 5 و6 و7، ثلاث إصحاحات، وتعالوا ندي لنفسنا نمر، طوبى للمساكين بالروح. كم مرة حسيت أنك غلبان روحياً، أنك فقير روحياً، أنك أقل واحد في الكنيسة، أنك محتاج رحمة ربنا قوي؟ ادي نفسك نمرة 1 من 10 2 من 10. طوبى للحزانة، يعني كل لحظة توبة هي دي اللي تستاهل التطويب. لو ما فيش حزن توبة يبقى ده مش تبعك الآية دي. طوبى للجياع والعطاش للبر، كل واحد يقيم نفسه، أنت جعان تعرف ربنا أكتر، عطشان تقعد مع ربنا أكتر، ثم لسه معك وقت ما تقعد، ولا ما فيش جوع وعطش للبر؟
طوبى للودعاء، طوبى للرحماء، طوبى لصانع السلام. كل واحدة من دول هذه مواجهة، دي الميرور، دي المراية، هو ده اللي بيدخلوا السماء، هم دول. طب أنا تبعهم ولا لا؟ هدخل في واحدة من دول، وعلى فكرة كلهم جايبين بعض، يعني مرتبطين ببعض. وبعدين أنتم نور العالم. لا، أنا مش نور العالم، أنا محدش بتأثر. أنتم ملح الأرض. لا، أنا مش بعمل الدور اللي المسيح عاوزه. فليضئ نوركم قدام الناس. هل كل العمارة عندك بيبصوا لك شبه المسيح، متأثرين بيكي؟ هو ده مطلوب كده، كلهم شايفين فيك الإنجيل من غير ما يقروه. المسيح كان قاصد كده. مثلا وصية لا تدينه، يلا ندي نفسنا نمرة. كم مرة السنة دي وقعت في الإدانة، وكم شخص كل ما تيجي سيرته تتزحلق وتقول كلام مش كويس. طب وبعدين، والعمر فاضل كم سنة عشان نبطل الإدانة؟ يبقى مجرد نقرأ ثلاث إصحاحات والواحد يسائل نفسه مسائلة بقى من غير تأملات. لا، ده امتحان. فالقصة مش تأملات وحكايات، أنا فين من الكلام ده؟ بعمل منه قد إيه؟ ولو عرفت إن أنا كسلان قوي وخيبان قوي في حتة أو حتتين، ما أنا هقول له سامحني وارحمني وساعدني، عاوز أدخل على السنة الجديدة أحسن من كده، عاوز أتعالج. ما هو ما حدش فينا بيروح يعمل تشيك أب ويطلع عنده بلاوي لمؤاخذة يعني، إلا بقى ويستلموه الدكاترة بيهتموا بصحته. فيبقى أول نقطة قلتها في التغيير، الرغبة في التغيير تأتي بفحص النفس وكلمة الله، والاثنين بيجوا في قعدة واحدة. الواحد يسائل نفسه، يحاسب ضميره قدام على ضوء كلمة الله. عشان كده أقول وصية الرب مضيئة تنير العينين، تفتح العينين، تخلي الواحد يشوف الحقيقة. لأنه ما أسهل يا أحبائي أن الواحد يكون مخشوش في نفسه، ما أسهل أن الواحد يكون فاكر نفسه كويس. كنيستنا حريصة كل ليلة تحط لنا مثل العذارة، مثل يخوف. ليه؟ عشان الجاهلات كانوا فاكرين أن هم إيه؟ حكيمات، فاهمين؟ فالمثل يخوف ليه؟ كانوا فاكرين جاهزين، فالمفاجأة طلعت مش جاهزين. طب دي مصيبة، وأنا ممكن أكون فاكر نفسي عاجب ربنا وأطلع مش عاجبه؟ ممكن. طب وتلاقوها في رؤيا 2 و3 في 3 مواقف. الأولاني قال له أنا عارف أنك بتعمل وبتعمل، بس عندي عليك تركت محبتك الأولى، والكلام يخوف. بعدها بيقول له أزحزح منارتك من مكانها إن لم تتوب. يا مع كل اللي بيعمله طلع مش عاجب ربنا. واحد تاني يقول له أن لك اسم أنك حي وأنت ميت، حاجة تخوف. يعني هو معروف أن هو خادم ونشيط ومصحصح، بس قدام ربنا ميت. وآخر واحد يقول له ليتك كنت باردا أو حرا لكنك فاتر، أنا مزمع تقيأك من فمي، أنت تقول أنك غني وقد استغنيت ولست تعلم أنك. وطلع أنه مش فاهم نفسه خالص، مصدق أنه كويس وهو شقي وبائس وفقير وأعمى، شركه خالص. إذن خلونا نحكم على أنفسنا. الضمير الصالح ما يصدقش مديح الناس وإعجاب الناس ورضا الناس، الكلام ده ما يدخلش السم. الضمير الصالح يخلي الواحد يسأل نفسه أنت شايفني إزاي يا رب؟ وده اللي قاله القديس بولس، قال أقل شيء عندي أن يحكم في من يوم بشر، ولا حتى أحكم في نفسي، الذي يحكم في هو الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب، حينئذ يكون المدح لكل واحد من الرب. طيب أنا هفترض أنك بكرة عملت القعدة دي 2 ساعة، بكرة بعده معانا 10 أيام نطلع منهم ب2 ساعة، الطلب مش صعب، وفي رأيي يعني مطلوب ومهم. اكتشفت ان في وصايا كتير قوي انا مش عاملها، وحاجات كتير قوي عاوزة تتصلح. ده اكتشاف كويس ان الواحد يعرف مرضه، يعرف عيبه.
طب نعمل ايه؟ مش مطلوب الياس طبعا، مطلوب انك انت تحط ده في الصلاه. يبقى اول بدايه للتغيير اشكي نفسك لربنا، اشكي نفسك لربنا، قل له نفسي في يديك، انا الموضوع طلع خطر، طلع امراضي كتير قوي، طلعت حالتي وحشه، شوف بقى هتعمل فيا ايه، شوف هتعدل دماغي ازاي وقلبي ازاي ووقتي، ده انا الحكايه ملخبطه خالص. شكوه النفس لربنا هي دي مشاعر التوبه، هي دي كلمات التوبه. فكلمه ارحمني تطلع من القلب، الحقني يا رب، ما تسيبنيش اهلك، لان ماذا انتفع لو ربحت العالم كله وخسرت نفسي. فيبقى بعد مراجعه النفس وفحص النفس على الانجيل ياتي مكان الصلاه. وممكن لو تحب تكتب ابتدي اكتب صلاتك عشان تراجعها كل شوي، ابتدي ارشكي يا رب ارحمني، عالجني، الحقني، شيل مني بقى الغضب، الادانه، الكسل، الرخاوه، التهاون، الدلع، الكبرياء، سوء الظن، الكراهيه، شيل البلاوي، انا مش هعرف اشيلها انا. فشكوه النفس دي معناها صلاة. وزي ما علمونا الآباء، يخطئ من يظن أن هناك توبة بدون صلاة. يعني التوبة معناها الحقيقي تقف قدام ربنا وتشكي نفسك. العشار لما قدم توبة قال جملة: ارحمني يا رب أنا الخاطئ، ونزل مبرر. ده بداية التغيير. وتبقى اللقطة دي، الموقف ده، نفسك يكمل معاك بقية العمر، لأنه برضو الشيطان عشان خبيث بيضغط جدا من الوقفة دي، المواجهة دي مع مشاعر توبة دي هتحرقه، هتضيعه، فيسيبك تعملها مرة لكن ما يحبكش تكرر. فيبقى جواك رغبة، أنا عاوز أقف نفس الوقفة كل شوية، عاوز أكرر الوقفة دي. صلوات الكنيسة بتساعدنا، القداسات بتساعدنا، الأجبية بتساعدنا، لأنها دايما بتتكلم معانا في أفكار ومشاعر توبة، بتحطنا في المكان ده عشان القلب يتحرك كموقف توبة. ثالث نقطة مهمة في التغيير إن أنا أركز على نقطة واحدة أشتغل عليها، لأن لو لقيت 100 نقطة 10 حاجات وحشة عاوزة تتصلح مش هتعرف تعالج، هتوه. اختار حاجة واحدة، لو كنت عصبي ابتدي بدي بالعصبية، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. إذا كان في إدانة ابتدي بدي وتحداها، إذا كان في تضييع وقت كتير ركز في دي، حط تحدي قدامك. التغيير بيجي دايما بالتحدي، يعني أي حد بيتغير بيبقى قدامه تشالنج كده بيقاوم، زي اللي بتعمل ريجيم مثلا، في تحدي عاوزه تاكل، بس هي بتمنع نفسها او بتحط نظام ناشف شويه، بس عندها رغبه، بعد 2 3 شهور بتلاقي نتيجه. فلازم تتحدى طبعك، ما ينفعش تقول انا كده مش هتروح السما على فكره، لازم تخاف، لا مفيش حاجة اسمها أنا كده، أنت مش كده، لما ربنا خلقك خلقك غير كده، ده كل ده دخل عليك، لكن أنت ممكن تبقى أحلى من كده. موسى النبي كان عصبي وموت واحد في يوم من الأيام، بقى أكتر واحد حليم في التاريخ. بولس كان مفتري، هو قال على نفسه أنا كنت مفتري، بقى وديع جدا وبقى أب مثالي. إذا مفيش حاجة اسمها الطبع ما بيتغيرش، لا بيتغير، بس عاوز صلاة وعاوز تحدي. التحدي معناه نطلع بتدريب محدد، هتشتغل على ايه في طبعك، استلم نقطة واحدة. وممكن طبعا مراتك تغششك او جوزك يغششك او ولادك، صدقوني احيانا يكونوا اقرب الناس، هم اكتر ناس شايفين العيب او شايفين النقطة اللي يتمنوا انها تتغير. فلو انت مش عارف تبتدي بايه، مفيش مانع تسال القريبين ابتدي بايه، اشتغل عليه.
أنا قلت ثلاث كلمات عشان ما شتتكوش. المواجهة ساعتين مع الإنجيل، الصلاة وشكوة النفس، التدريب والتحدي. دول ثلاث مبادئ في رحلة التغيير، والتغيير ممكن ويحصل تغيير حقيقي جدا، وتفاجأ أنك خلال سنة واحدة بقيت شخصية مختلف. اوعوا تصدقوا أنه ده مستحيل، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. رابع نقطة، إياك واليأس، اوعى تفقد الأمل. طبيعة التغيير صعب والطبع غلاب، ما اختلفناش. انت بطبيعتك كنت بتصحى تشرب القهوة وعاوز تصحى تصلي باكر، الطبع غلاب، هتلاقي نفسك يعني بتفاصل كل يوم، تحدى نفسك، هتخسر مرة واثنين وعشرة بس تفضل تقاوم. هيجي اليوم اللي خلاص صلاة باكر قبل القهوة، يبقى كسبت بس مش هتيجي بسرعة، فما تيأس. متعود انك انت تكلفت الانجيل تبص بصتين كده وترضي ضميرك وخلصت الاصحاح، انت اتفقت، لا هتقرا اصحاح مرتين ثلاثه وهتطلع ايه تكتبها تحفظها تفكر فيها تصلي بيها تعمل شغل. طب خلاص مش هيبقى سهل، تغيير محتاج مثابره، وبالتالي ما تيأس. لو فلتت يوم ولا اتنين ولا عشرة ولا شهر ترجع تاني تتحدى تاني وتقاوم، فما تيأس. زي الشعر اللي كلكم حافظينه، لا تشمتي بي عدوتي إذا سقطت أقوم. قوم تاني، معلش ابتدي تاني، وكل مرة بتبتدي ربنا بيبقى فرحان بيك. تغيير يحتاج إلى مواجهة، يحتاج إلى صلاة، يحتاج إلى تدريب، ويحتاج إلى رجاء. رجاء يعني مش هيأس، مش هقول مش نافع. آخر حاجة أقولها، يحتاج إلى متابعة. فالعلاج، أي دكتور شاطر بيقول لك في فولو أب، لازم ترجع أطمن عليك، نعيد التحاليل تاني، نعيد الأشعة تاني، نشوف الحالة وصلت لإيه. سر الاعتراف هنا سر عظيم في الكنيسة. لو أنا اعترفت واتفقت مع أبويا الروحي السنة دي هتبقى سنة ضد الغضب، هرجع له كل شهر شهرين بالكتير أقول له الغضب قل بنسبة كذا 20%، لسه ما راحش، تحسنت شوي بس انفجرت كم مرة أوحش من الأول. بتابع مع الدكتور بتاعي. الإدانة، اتفقت مع ربنا ما هاخد بالي بس اتزحلقت مرتين. الكذب كنت بطلت ورجعت له. هنا المتابعة فيها الشفاء، لأن ده تغيير حقيقي. متابعة صلاتك بقت صلوات روحية ولا لسه شكلية؟ متابعة قداسك بقيت تحس بربنا ولا لسه بتأدي واجب؟ متابعة الخدمة فعلا بتحب الناس ولا برضو الموضوع مراكز ومناصب وإداريات ودوشة؟ لازم يحصل تغيير. تأكدوا أن ربنا بيفرح جدا بعملية التغيير، لأن التغيير هو التوبة، والسماء كلها تفرح بإيه؟ بخاطي واحد يتوب. فيش حاجة تفرح السماء قد التوبة، والتوبة دي رحلة العمر، ده مش موقف واحد. طول ما احنا بنرجع ونقاوم ونصلي ونجاهد تاني ونقاوح مع نفسنا ويفضل عندنا رجاء ان احنا بنتحسن، طول ما السماء فرحانة بينا. وما تنسوش اللي قاله المسيح بتكرار وبإلحاح، إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. وتتوبوا دي معناها تتغيروا. توبة زي ما علمونا مش مجرد واحد ندمان، لا، واحد بيتغير تغيير حقيقي. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.